بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم هذه الجلسة اليوم الأربعاء أول محرم عام 1392 يوافق 16 من فبراير 1972. الساعة الآن 6:30 بمدينة المهدية. الندوة مواصلة لندوة البارحة التي اقترح فيها إبراهيم يوسف أن تكون تكريم للعام الهجري، وبدأ الحديث في الهجرة البارحة. سنستمع إلى الإخوان يذكرون ما يحضرهم من أفضال الهجرة ومن نصيبنا نحن المتأخرين في الهجرة. هل عندنا حظ كسالكين أن نهاجر؟ نسمع الندوة الآن منتظمة. الهجرة أحداث تاريخية ذكرت منها طائفة طيبة من الإخوان المتكلموا عماد وبدري وإبراهيم، وهي بتعتبر نقطة تحول كبيرة فاصلة بين عهدين، زي ما قال عماد عهد الضعف وعهد القوة. عماد مشى يقول أنها في المفهوم الجديد فاصلة بين رسالتين. هي حصلت 622، بعض الناس يقول في يونيو 622، بيكون في اختلاف بسيط في الشهور، لكن 622 كانت مقابلة للسنة 53 من البعثة. البعثة كانت على حد 40، ثم ظلت الدعوة المكية 13 سنة. وفي 13 سنة حصلت هجرتين للحبشة. الهجرة الأولانية انتهت بدخول عمر الإسلام، وعمر دخل في السنة 6 للبعثة. ولما سمع المسلمون في الحبشة أن عمر دخل الإسلام ظنوا أن مكة أصبحت مؤمنة للمسلمين وفي حماية، يمكن أن يرجعوا لأهلهم ليعيشوا في ظل المنع والقوة اللي حصلت بإسلام عمر وإسلام حمزة. عمر وحمزة بنات في الإسلام زي 3 أيام، وعندما أسلم عمر قال للنبي: أولسنا على الحق إن متنا أو عشنا؟ النبي قال له: بلى والذي نفسي بيده، إنكم لعلى الحق إن متم أو عشتم. قال: ففيما إذن الاختفاء؟ وخرجوا المسلمون في الصف أول عمر وفي آخره حمزة. وعندما رأى المشركون الصف وقوة بحمزة وعمر أصابتهم كآبة شديدة. عندما رجع المهاجرون من الحبشة إلى مكة بعد شوية وجدوا أن الاضطهاد ما هو أقل. نعم أن الإسلام قوي بدخول عمر، وهو كما هو مشهور أنه نبينا سماه الفاروق لأنه بخروج الصف ذاك من بيت الأرقم ابن أبي الأرقم وسيره في حواري مكة وأزقته إلى أن دخلوا المسجد، ظهر أن الإسلام اشتعل فسماه الفاروق.
الفاصل بين الحق والباطل. حصلت القوة بالصورة دي، لكن ما كانت كافية لتحمي الناس من العذاب الذي انصب عليهم من المشركين، بل لعل المشركين عجلوا أن ينهوا العهد الجديد، لأنه بدخول عمر فيه وبدخول حمزة فيه أصبح كأنه بيكسب قوة. عندما رجع المهاجرون ومنهم عثمان بن عفان هاجر في الحبشة في الهجرة الأولانية وجدوا المشقة والعنة والعذاب، فكروا في الرجوع ثاني، وهم كانوا أقل بسيط من 100 رجل وامرأة، فرجعوا للحبشة مرة ثانية. وهنا القرشيين شعروا بأنه نجاش الحبشة استقبل المسلمين بترحاب وبحماس، وخافوا أن المسلمين يجدوا سند من دولة قوية زي الحبش، برضو عجلوا بأن ينهوا العهد ده. ومن هنا جاءت مسألة الإحاطة بالبيت. فكروا وهداهم تفكيرهم إلى أن في رأي يظن أنه ينفوا النبي من مكة، لكن شافوا أنه ده راح يقوى بيهم راجع، أحسن حاجة يتخلصوا منه، وأحسن طريقة يتخلصوا بها أنه يجيبوا 40 شاب جلد من القبائل المختلفة ليحيطوا بالبيت ويضربوه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه على القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يقاتلوا جميع القبائل فيرضوا بالدية. أكان دي المكيدة اللي دبرت في الوقت ده. أوري النبي دار الهجرة الجديدة، وهي طبعا غير الحبشة، وبعدين بدت هجرة بعض المسلمين، لعله عمر بن الخطاب ممن هاجر قبيل هجرة النبي، وأبو بكر نفسه كان فكر في الهجرة، لكن النبي أخره وقال له لعل الله أن يجعل لك رفيقا. ففهم أبو بكر أنه في أمر، النبي بينتظره، عندما يجيه الإذن بالهجرة بهاجر. وذهب أبو بكر لداره وأصبح يعد الرواحل، فأعد راحلتين. ثم بعد زمن مكيدة القرشيين وصلت إلى ما ذكرنا من تدبيرهم للشبان اللي بيحيطوا بالبيت. وفي الوقت ده بالنهار جاء الأمر للنبي بالهجرة، وكما هي القصة المروية ذهب في النهار لأبو بكر، وأبو بكر فهم أنه في الأمر شيء. النبي قال له أخرج ما عندك من الناس، قال له إنما هم أهلي وأهلك، ما عليهم سر يعني. فأخبروا أن الأمر جاء بالهجرة. أبو بكر كان منتظر الأمر ده، لكن قال له الصحبة يا رسول الله، قال له نعم الصحبة، ويقال أنه بكى من الفرح. ثم عندما أمس الليل خرجوا هما الاثنين لغار ثور، وغار ثور قريب من مكة، يقولوا على بعد 300 ميال للجنوب الغربي. ورقدوا حاطوا كان المشركين بالبيت، ولكن النبي خرج وهم محيطين به، وقال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ورمى بتراب. يقال أن التراب ده وقع على عيون الناس كأنما هو نعاس فناموا، وهو خرج وترك علي متغطي ببردته في فراشه، وأوصاه أنه في الأيام القريبة المقبلة يفرق الأمانات لأهله ويلحق بيه. والواحد يلاحظ هنا أنه النبي على عداوة المشركين له، وكانوا يتمنوه على أماناتهم للصورة دي، حتى هو مطلوب، هم طالبين دمه وبعضهم مؤتمنه للصورة اللي خلي عنده أماناته، لغاية ما هو مهاجر
وفار بدينه ودمه ترك علي ليوزع الامانه. خرج هو وابو بكر الى غار ثور ودخلوا الغار، لكن ابو بكر كان نظم الراحلتين وكان نظم لهم خبير يدعى عبد الله بن اريقط الديلمي، كان مشرك. عبد الله بن اريقط الديلمي مشرك، فوثقوا فيه في انه يكون الخبير وانه يخرج بالراحلتين ويوافيهم بهن في غار ثور بعد 3 ايام. فخرجوا يوم الخميس اول ربيع الاول بالليل، دخلوا غار ثور. هنا علي بن ابي طالب راقد وهم يعاينوا له بعد ما صحوا من نومتهم، يعاينوا له ويفتكروا انه النبي نايم. وعندما اصبح الصبح علي كشف عنه غطاه وجا خارج وقال له اين صاحبه؟ قال لا ادري، عرف ان النبي نجا. شاع الخبر في مكه وقاموا يقتفوا الاثار الى ان جفي غار ثور وزارت المعجزه المشهوره، والقصاص قال لهم الى هنا وصل ولكن الدرب طع. قالوا لا يمكن ان يكون دخل هنا لانه في الحمامه والعنكبوت نسجوا على باب الغار بصوره كانما لها عهد قديم جدا، حتى زي ما قال عماد واحد منهم قال انه العنكبوت ده نسج قبل ما يولد محمد، قديم وعليه العجاي والتراب والقش والحمامتين مبيضات. لا يمكن ان يكون الناس دخلوا بالطريقه دي امبارح ثم الامر ده بالصوره دي. فكان الامر فيه زي ما ذكر الاخوان ابو بكر كان رفيق وشفيق على النبي بصوره منزعج لها دائما، وكان ابو بكر يتلفت دائما وخايف. فلما جاء عند الغار دخل هو والدنيا ليل وتلمس الشقوق والثقوب ونظفوا ودخل النبي. فلما جاءوا في الصباح القرشيين يرتفعوا اثارهم، كان يقول له لو نظروا تحت اقدامهم لراونا يا رسول الله. يقول له يا ابا بكر لا تخف، يا ابا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. رجعوا منهم. اكان تدبير ابو بكر انه عبد الله ابنه تجيب له اخبار القرشيين في مجالسهم بيقولوا شنو، يغشى مجالسهم ويستطلع الاخبار ويجيبهم في المسا بها. وعامر ابن فهيره مولاه يرعى الغنم في الجبال حولهم ويريح عليهم ياخذوا لبنه، اللبن اللي عايزينه. الغنم تخفي طريق عبد الله وطريق أسماء. أسماء بنت أبي بكر هي بنت الأصغر من السيدة عائشة، كانت تجيهم بالذات. وزي ما قلنا عامر بن فهيرة يجيهم بالغنم ويخفي الآثار دي بالغنم يمشي فوقها. والغرشيين كانوا يحوموا 3 أيام ديك في الجبال القريبة باستمرار. في اليوم الثالث اللي هو يوم الاثنين جاهن عبد الله الديلمي ده بالراحلتين، وكان ابو بكر يحب ان النبي يقبل منه الراحلة الثانية اللي يرحل عليها، فابى الا ان يدفع ثمنه، مع انه زي ما قال عنه عماد قال ما احد امن علي وابر لي بماله ونفسي من ابي بكر، لكنه اراد ان يكون مهاجرا لله بماله وبنفسه. ده السبب في اصراره على ان يدفع ثمن الرحله وسماها القصوى.
خرجوا بالليل وخبير أخذ بهم طريق الساحل وكان رديف لأبو بكر. النبي في رحلة وأبو بكر رادف الخبير وتجنبوا الطريق العام ومشوا بالساحل. عامر بن فهيرة ساق الغنم وراهم عشان يخفي الأثر من مرة. الجمال ماشية والغنم ماشية ورا الجمال، الأثر يضيع. في اليوم الثاني قبل ما يبعدوا من مكة حصلت قصة بتاع سراقة بن مالك زي ما قال عنها عماد. شعر بأنه الخبر اللي جابوه الناس عن أنه في اثنين لعلهم هم النبي وصاحبه، خف المسألة دي هو وجرى ليلحقهم ليفوز بالجائزة اللي جعلت على رؤوسهم. فعندما قرب لهم صاخت طوائم الفرس في الأرض، بعدين صراخ خاف وطلب الأمان والفرس نهض. لكن لعله قام في باله أن المسألة صدفة، تاني جربها تاني صاخت قوام الفرس وخرج من الأرض دخان أرهبوا وأخافوا، فطلب الأمان ووعد بأنه يرجع ويخزل الناس الطالبين. وفعلا رجع للصورة المشهورة، وجاء في الحديث اللي يقولوا فيه أنه قال له أنك تتسور بسواري كسرى. فيما بعد حصلت مثلا لأن صراخ أسلم وكان في حرب العراق وإيران وتسور بسواري كسرى. هنا مشوا في طريق والقرشيين ما عرفوا إلا بعد أن أمن عليهم صراخ أنهم يكونوا ما بينطلبوا ثاني ما بيتلحقوا. يقولوا أنه كان أبو بكر برضو يتلفت كثير، وزي ما قال عماد يذكر الطلب يجري وراء النبي يا راحلته، يذكر الرفض يجري قدامه. وكان بالصورة دي والنبي لا يلتفت، وده أدب الهجرة، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ده أدب الهجرة بالصورة دي. وفي القيمة العرفانية برضو كأنما أبو بكر بيمثل الثالوث، النبي في خط الاستقامة، أبو بكر كأنه الفكر يجر ورا ويجر قدام من الخوف، لكن ذاك مستقر وثابت لا يلتفت ولا يضطرب. ويقولوا مروا على امرأة أم معبد في خيمتها وطلبوا منها هل عندها من زاد من شراب، وكان زوجها ذهب بغنم ويرعاهن، فقالت والله ما في شيء واللبن نحن طولنا منه وما في غير الشدي شاعت، فما قدرت تمشي مع أماتها وما فيها أصل أثر لبن وضروعها منكمشة، فمس عليها النبي درعها ملأ باللبن فحلبوا منها شربوا وسقوها هي وخلوا بقية اللبن في الإناء. فلما جاء زوجها استغرب في الحكاية دي فحكت له، قال لها ده صاحب قريش، ودخل في قلبه إيمان به. أمشوا لغاية ما وصلوا إلى المدينة ورجع عامر بن فهيرة بغنمه بعد ما أمن عليهم. لما دخلوا المدينة القصة المشهورة قابلوهم في قبة، انتظروا مدة وقابلوهم المسلمين والأنصار والمهاجرين والناس الجدد اللي بتطلعوا الحكاية دي، القصة المشهورة والإنشاد المشهور طلع البدر علينا من سميات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وكانوا يضربوا الدفوف وفرحانين.
فلما دخل المدينة كانوا الأنصار يدعوه للنزول عندهم، كل فريق منهم، كل بيت، كل رجل يدعو النبي للنزول عنده. فكان أرخى للقصوى الزمام والرسن وقال دعوها فإنها مأمورة. فجاءت بركة في محلة معينة من دور الأنصار ما نزل منها النبي، قامت مشت مسافة، التفتت لورا تاني رجعت وبركت في محلها نفسه، فنزل منها. وكانت الدار ليتيمين هم سهل وسهيل ابناء عمرو من بني النجار. عندما نزل هناك قام أبو أيوب الأنصاري جرى ونزل الرحل وشاله لبيته، استضاف النبي مدة هناك. وبعدين النبي قرر أن يبني مسجده في المحل دي، وطلب اليتيمين أن يدفع عليهم عن أرضهم، عرضوا أنها يهبوها للنبي لكنه أبى، ودفع عنها مما لأبي بكر، وبني المسجد هناك بالطوب والقش والجريد، ده كان سقفه. برضو المسألة الطيبة جدا مسألة الناقة دي، شوفوا وحدة الفاعل فيها كيف، لأنه مؤمن بوحدة الفاعل. الناقة مأمورة، وده كلام الله، مع فعلته الناقة أمر الله له، وكان بادي وظاهر، لو فعله الإنسان لغله يكون الاجتهاد يحجب، لكن فعلته الراحلة الناقة. فبدأ عهد المدينة، وبعض الناس، ودي عماد مشري يذكر فيها قيمة أبو بكر في الهجرة، قيمة أبو بكر على طول المدى كانت في الإسلام كبيرة كبيرة بصورة عجيبة. بعض الناس يقول أنه علي كان معرض لخطر أكثر من أبو بكر، لأنه كان جايز، هم كانوا يعتبروا أنه هو النبي، وكان جايز حين وقت الضربة والمؤامرة فيضرب عليه على بال ما يعرف يكون انتهى. يقولوا أنه الرجل في فراشه بالصورة دي يعني كان معرض لخطر أكبر من المشي معه في الهجرة، لكن مؤكد أنه قيمة أبو بكر دائما في العمل الإسلامي قيمة كبيرة جدا. ومن النقطة دي في رواية الأحداث نبتدي نطرح موضوع جديد للإخوان، وفي الحقيقة الموضوع القبيل قلناه، الهجرة الروحية تكون كيف، وهل هناك عبرة سلوكية؟ احنا عندنا عبرة عرفانية ممكن ناخدها، وعبرة تاريخية ممكن ناخدها من الهجرة، ومتعة ذهنية للعمل اللي فيه كثير من المخاطرة بالصورة دي، لكن هل من حوادث الهجرة دي في هجرة روحية يمكن للسالك أن يجعل حوادث الهجرة كأنما هي آيات الآفاق بالنسبة له هو، ليصير في آيات النفوس بهجرة جديدة ورحلة جديدة يحقق بها شيء في المرحلة الجديدة مما حققته الهجرة بحوادث التاريخية في المرحلة القديمة؟ هذا موضوع نتركه هسه للنقاش.